لسوريا عبر تاريخها صمود مقوماته العزة والكرامة والحب والتآخي. كيف يريدون لها أن تموت وهي أكثر من 10,000 عام وهي تعطي الحياة؟ صغار الكون يغارون من كبار الكون، ظنوا أن نفطهم الذي يجري في الصحاري قادر على أن يمنحهم تاريخ وهم لا يملكون حتى حداثته. وحقد حمد وسعود المسعور كبير جدا على ياسمينه، قد ورثوا من جمالهم الغل وقد ورثنا من ياسميننا العطور. أيها السادة، من لا يعرف سوريا وعزتها وتاريخها وحضارتها عليه الآن أن يعتذر من سوريا، لأن الأيام القادمة ستثبت من الذي سينتصر. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الساعة الحرة. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ علي حجازي، وحضرتك إعلامي وكاتب لبناني، أهلا ومرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك. طبعا نحن موجودين معك أو أنت موجود معنا بهذه الحلقة على اعتبار أنه متخصص حضرتك بالمعارك التي تحدث الآن في منطقة القصير، ويعني شهدت الكثير مما جرى هناك، وحضرتك لح تشهد لنا بما كان يحدث في تلك المنطقة على وجه التحديد، وأيضا سنتحدث بشكل عام عن الوضع اللبناني السوري في هذه الأيام. السؤال الذي يطرح نفسه في البداية، يعني من أين أتى كل هؤلاء المرتزقة، هؤلاء الإرهابيين إلى منطقة القصير؟ من أين كانت وجهتهم؟ يعني والسؤال الثاني الذي يطرح نفسه، هل هم تابعون، هؤلاء الإرهابيين المتواجدين في القصير اليوم هم تابعون للنظام القطري يعني كجبهة نصرة، أم تابعون كوهابيين للنظام السعودي؟ يعني من هو موجود أكثر، جبهة النصرة أم الوهابيين؟ أولا بعد التحية والرحمة لشهداء سوريا والمقاومة، لسيما نحن اليوم نعيش ذكرى انتصار المقاومة اللبنانية، وددت أن ألفت نظر الجميع أننا لسنا نقاتل في القصير لا قطر ولا السعودية، نحن في القصير اليوم نقاتل كل العالم. القصير بهذا الحجم الضيق لها من مساحة جغرافية، القصير التي لم تكن يعني بما معناه، لا نتحدث عن حلب، لا نتحدث عن الشام، لا نتحدث، ولكن اليوم هي يعني مثل ما بيقولوا تأخذ الواجهة في المعارك الجارية على مستوى كل الأرض السورية. لماذا القصير؟ لأن القصير بموقعها اليوم تشكل نقطة استراتيجية ونقطة تحول. أنا أعتقد وهم يعتقدون ويعرفون جيدا، ولو تابعنا نحن اليوم الإعلام الإسرائيلي والإعلام العربي وحجم هذا التضخيم لما يجري من أحداث في سوريا وبالقصير بالتحديد، وحجم الضخ الإعلامي ومحاولة نجدة القصير، نفهم أهمية القصير لهم اليوم. أولا هم يعتقدون اليوم أن القصير هي الأساس في مسار تحول الأزمة في سوريا. من ينتصر في القصير يكون هو قد حقق الجزء الأكبر من الانتصار، والطبيعي جدا أن النتائج محسومة في معركة القصير، وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا. في القصير كل المعطيات وكل الدلائل تشير إلى أننا نقاتل إسلاميين متشددين وهابيين يحظون بدعم خارجي واسع النطاق، يبدأ في إسرائيل ولا ينتهي في الولايات المتحدة الأمريكية. والقتال اليوم في القصير هو قتال استراتيجي، نحن نقاتل في منطقة معروف أن جغرافيتها أساس على مستوى كل محور المقاومة في المنطقة، ولن تترك القصير بيد هؤلاء لأنهم سيطروا على القصير وركزوا وجودهم في القصير وعملوا خلال عامين على تثبيت وجودهم وبناء مدينة القصير تحت الأرض وفوق الأرض، لأنهم يعرفون تماما أنه لا يمكن للجيش العربي السوري أن يترك لهم شبرا واحدا تحت سيطرتهم، وبالتحديد في القصير لموقعها الجغرافي الحساس على مستوى المعركة الحاصلة في جنوب سوريا، لأننا نحن اليوم نعتبر أن المعركة النهائية في هذه المنطقة هي القصير، لأن ومن بعدها يصبح ما تبقى تفاصيل، ويصبح القضاء على ما تبقى من إرهابيين داخل مدينة حمص أيضا تفاصيل، ولأننا نعرف تماما أن القصير لها موقع الحساس على مستوى الربط مع لبنان، لأن القصير هي يعني اليوم أنت حينما يأخذ الجيش العربي السوري القصير يكون لبنان قد عزل بدوره السلبي في الأزمة السورية، لأن تيار المستقبل اليوم ركز عمله في منطقة عرسيل وفي منطقة وادي خالد، وهن روافد يغزون القصير، وهم اليوم نلحظ نحن من خلال الإعلام اللبناني بالتحديد المحسوب على فريق 14 الشهر
أنهم يمارسون الصراخ والاتهامات وإلى ما هنالك، لأنهم يعتبرون إذا هم لا يمارسون فقط الصراخ، هم يرسلون أيضا المرتزقة إلى صحيح إلى منطقة القصير تحديدا. واليوم في معلومات وردتني قبل الدخول إلى الاستوديو عن أن هناك إرهابيين لبنانيين قتلوا أثناء توجههم إلى مدينة القصير. هم يظنون أنهم سيحولون القصير إلى ستالينغراد، ويعتقدون أنهم سيسقطون سوريا وسيسقطون محور المقاومة في القصير، وهم واهمون، لأن في القصير وحدها حتى اليوم سقط لهم الآلاف من المقاتلين، وأنا هذا الكلام مسؤول عنه، ليس المئات كما يدعون، ليس العشرات كما يكتبون على تنسيقياتهم، لقد سقط لهم الآلاف وخسروا خسارة مدوية. هلأ في مسألة حصلت وهذا خطأ، من يعتقد أن معركة القصير لعبة هو واهم، من يريد أن تحسم معركة القصير خلال 72 ساعة، حصل خطأ كلنا شاركنا فيه، أنه اعتقدنا أنه معركة القصير لأنه في اليوم الأول حققت نتائج بارزة على الأرض، أنه خلص الأمور رايحة بهذا الاتجاه. فوجئنا اليوم بأن قطر وأمريكا والسعودية وتركيا وكل هذا المحور المتآمر على سوريا في هذه المنطقة يريدون للحارة الشمالية في القصير أن تهزم محور المقاومة ككل في المنطقة، ولكن الأخبار القادمة اليوم من القصير تؤشر إلى تقدم حقيقي على مستوى. طب السؤال الذي يطرح نفسه، يريدون لمن الحارة الشمالية من القصير أن تهزم محور المقاومة ككل؟ لما هزمته إسرائيل، معناها شو موجود بالحارة الشمالية لحتى عندهم ثقة أو عندهم الجرأة إلى أن يتوقعوا أنه ربما هذه الحارة تستطيع إسقاط محور المقاومة؟ هن بعقليتهم بتركيبتهم، ما مثل ما راحوا هن بسبعة أيار بدهم يقاتلوا المقاومة يطردوها من بيروت، معتبرين أنه الجيش العربي السوري عاجز بعد قتال سنتين في كل سوريا أنه يدخل الحارة الشمالية، لأنه يتواجد فيها مجموعة من المرتزقة ليبيين شيشيين. شو في زبالة بالعالم؟ شو في زبالة سلفية في العالم حطوها بالقصير؟ شو في سلاح ممكن يوصلوا وصلون آليات إسرائيلية؟ شو بعد في أكثر من هيك لحتى يحاولوا أنه يصمدوا هناك؟ وأنا اليوم أعتقد أن الإسرائيلي هو الأول الذي لا يريد أن تسقط القصير بالتحديد. هن معتبرين انه اذا قدروا يصمدوا ب 30% من القصير ثلاث ايام قادرين يصمدوا بعد اشهر وسنين، وانه هلا بالقصير هن راح بكره يطلعوا يحكوا عن بطولاته. للاسف في شيء جرى والناس ما شافته او الاعلام ما اعطاه حقه، هن بريف القصير هربوا ما قاتلوا. حينما قررت المقاومه ان تدافع عن القرى الحدوديه التي يقطنها لبنانيين لم يقاتلوا وفروا من المعركة. واليوم بالقصير بالمناسبة أثبت الجيش الحر أنه عصابة، بس يجي وقت القتال بيهربوا، وهيدي عبارات الجيش الحر يحميني، إذا حدا منتظر من الجيش الحر يحميه أنا من هلأ بقول له يشتري الكفن. يعني أنت برأيك الجيش العربي السوري من جهة وجيش المقاومة أو أفراد العناصر التي تقاتل من المقاومة من القرى الحدودية من جهة استطاعوا حصار، أطبق الحصار على القصير، القصير عزلت عن محيطها. الجيش العربي السوري اليوم داخل القصير، داخل الجزء الأكبر من القصير. الحارة الشمالية كان في عندهم منفذ باتجاه الضبعة عم يهربوا منه لأنه هن فرارين منه المقاتلين. بالمناسبة استطاع الجيش العربي، دخل الجيش العربي السوري اليوم إلى الضبعة ودخل إلى مطار الضبعة ونجح في تحقيق نتائجه. بالمناسبة معركة مطار الضبعة أنا بشبهها بالمعركة التي حكيت في العراق يوم سقطت معركة مطار بغداد، لأن مطار الضبعة جهز القيادة السورية، الحكم في سوريا جهز مطار الضبعة تجهيزات مميزة لأنه كان يعتقد أن حربه ستكون مع إسرائيل مباشرة ليس أدوات إسرائيل في الداخل، واليوم استغلهم هذه التجهيزات وتغلغلوا داخل المطار. لذلك معركة المطار في الضبعة ستكون معركة قاسية وستعطي إشارة واضحة إلى حجم قوة الجيش العربي السوري حينما ينجح في السيطرة على هذا المطار بالتحديد الذي تحصن به المئات من المقاتلين الذين فروا إلى داخل المطار. وبالمناسبة حتى نحن ما ننسى ما يجري اليوم في شمال لبنان، ما يجري في طرابلس بالتحديد من محاولة استهداف قاسي لجبل محسن مرتبط بما يجري في القصير. هناك من أعطى إشارة للتيارات السلفية الموجودة داخل طرابلس أنه صعدوا أنتوا بجبل محسن علنا نستطيع أن ندفع الجيش العربي السوري إلى التخفيف من حجم هجومه على القصير. وخرج بالمناسبة ليس فقط في شمال لبنان، يعني هناك من يدعو إلى يعني
إرهاق الجيش العربي السوري على كافة الجبهات. صحيح. من أجل يعني تخفيف الضغط على القصير، وهناك من دعا أيضا إلى يعني الذهاب والحشد إلى القصير. صحيح. ليس فقط من طرابلس ومن شمال لبنان، بل أيضا حتى من عدة مناطق في جرت سوريا. محاولات، وبالتحديد من منطقة القلمون ونزح الجيش السوري في استهداف المحاولات. كل هذه المحاولات فاشل. اللي بده يقتل ومستعجل بده يشوف حرية، أنا بدعيه من هلأ يطلع على القصير. إذا بيرجع طيب، أنا بدي أحرم حالي الحديث إلى يوم مماتي. لن يخرج من القصير إرهابي واحد طيب. هني كانوا عم بيفاوضوا، هني كانوا عم بيحاولوا يعملوا تسويات، منسلم لفلان ما منسلم لفلان. كان الرد عليهم خليكن عم بتقاتلوا، بأخرة النهار بنحكي نحن وياكن. وجرت محاولات، عم بقول لك في معلومات اليوم، لبنانيين قتلوا في الطريق إلى القصير، سوريين في منطقة القلمون، ميليشيات مسلحة حاولت وحكي عن إمدادات. وأنا لفت لي نظري بتنسيقية القصير، كتبوا أنه حاجة تبعونا كلام. أنا بدي أقول له لكل واحد بعده حامل بارودي بالقصير، نصيحتي منا نصيحتي إليك، زدت البارودي وروح سلم نفسك للجيش العربي السوري، لأنه إذا أنت منظر من هذا المجتمع الدولي اللي عم بيتاجر فيك أنه يجي يحميك، أنت غلطان كتير. أنت مصيرك الموت المحتم، وأساسا على ما يبدو في قرار خارجي الإرهاب الذي يدخل إلى سوريا، المطلوب من الجيش العربي السوري أن لا إما أن ينتصر على الجيش العربي السوري، إما أن لا يدعو الجيش العربي السوري يخرج من سوريا حيا. وأنا هون في شغلك دائما انساها، بدي أسأل كل مواطن سوري، المنصف المرزوق التقى بما يسمى، هو مستقيل مش مستقيل أنا ما بعرف، صاحب مبادرة الخمسمية، بيقول له أنا بدي منك لائحة بأسماء التونسيين الذين يقاتلون بسوريا حتى نعمل لهم منع دخول إلى تونس، لأنه هودي إذا إجوا لتونس بدهم يعملوا عمليات تخريب. يسأل حاله المنصف المرزوقي يطلب من معاذ الخطيب. أنا بدي أسأل كل مواطن سوري يسأل نفسه، يعني هل يعقل وقاحة لهذا الحجم؟ أنه هودي مسموح له يدمروا في سوريا ويقتلوا في سوريا ويخربوا في سوريا ويسفكوا دماء في سوريا، المهم أنه ما يرجعوا إلى تونس. أي عقل هاد؟ أي منطق؟ بعد أنت مقتنع أنه مثل هيدي الناس ممكن تساند ما اللي هن مسمينه ثورة؟ ما بعرف، يعني حرام. نحن إجا الوقت اللي بكل وضوح هيدي الناس اللي تأثرت في بداية الأحداث واعتقدت أن في سوريا ثورة، إجا الوقت توعى، تفيق من هذا المنام اللي هي عايشة فيه، تفيق من هذا الوهم. لا الجيش العربي السوري انحل، ولا الجيش العربي السوري هزم، ولا حدا من القيادة السياسية خايف. بالعكس، حكي سماحة السيد حسن نصر الله عن مفاجأة من حجم القدرة والثبات والقوة والعزيمة الموجودة لدى القيادة السورية. وطبعا سماحة السيد عم يحكي عن تجربة هو خاضها سابقا وبيعرف شو معنى خوض حرب. لذلك اجوا هن الوقت اللي فيقوا انه انتوا عم تبعتوا اولادكم الى الموت، الى الجحيم، الى مشروع نهايته انتصار سوريا وانتصار شعب سوريا وانتصار جيش سوريا وهزيمة كل هذا المحور الذي يحاول اليوم ان ياخذ سوريا الى المكان الاخر. ايضا يعني استاذ علي، نحن نعلم بدون شك بانه الرئيس اللبناني ميشيل سليمان، وهو يعني رئيس للبنان لا حول ولا قوة له على ما يبدو، ما نراه وما نشهده على الأرض أنه ينفذ يعني تعليمات أمريكية وخليجية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يعقل بأنه رئيس بحجم لبنان لم يقم بإدانة واحدة لكل هذه الجماعات الإرهابية التي تدخل من شمال لبنان إلى سوريا، وهؤلاء السلفيون يتباهون بأنهم آتون لقتال الجيش العربي السوري ولهزيمة هذا الجيش؟ يعني ألا يعني كيف يعقل أنه لم تخرج إدانة واحدة رسمية من لبنان لمثل هكذا أمر؟ بالبداية أنا كمواطن لبناني ميشيل سليمان لا يمثلني، أنا ساحب الوكالة منه، لا بيمثلني ولا بيمثل حدا من جمهور هيدي المقاومة. ونحن بهذا التيار اللي اسمه تيار المقاومة يعني في لبنان، ولكن يعني حزب الله والمقاومة كانت جزء من أسباب اختياره. رح قلك نحن أخطأنا مرتين في لبنان. المرة الأولى حينما لم نوظف مفاعيل انتصار حرب تموز في اللعبة الداخلية ونقصي هذا الفريق ومن يتعاطف معه، وعلى رأسهم ميشيل سليمان لأنه رئيس فريق 14 في لبنان هو ميشيل سليمان. والمرة الثانية حينما لم نكمل ما أنجزناه في 7 أيار ونحجم كل شخص ونعطي لكل شخص دوره اللي بيناسب حجمه، هودي كانوا خطأين. واليوم سنرتكب جريمة
إن لم نوظف الانتصار في سوريا على مستوى الساحة اللبنانية ونقصي كل هؤلاء. هودي مشوا مع الإسرائيلي بال2006 ضدنا وسكتنا لهم، مشوا بال2008 مع الأمريكي يوم اللي قالوا روحوا فكوا شبكة سلاح المقاومة وسكتنا لهم، واليوم هني ماشيين بمشروع يستهدف من سوريا وحده، يستهدف سوريا كحلقة ذهبية في محور المقاومة، ولكن يستهدف حزب الله ويستهدف إيران. وبتمنى نحن ما نسكت لهم. وأنا بدي أقول له لميشيل سليمان، دماء كل شهيد سقط في لبنان وفي سوريا في هذه المعركة لا يسمح لنا بأن نجدد لك. أنت بدك تروح على البيت، وكل من سيصوت لميشيل سليمان إذا كان محسوب من فريقنا السياسي أو غير محسوب منه لا يمثلنا، لأنه نحن كفى. كفى أنه نحن نجيب شخص على موقع سلطة لولا موافقتنا مستحيل هو كان يستمر لساعة واحدة في الحكم، وآخرة النهار يروح هو يدين المقاومة ويقف موقف متخاذل مع سوريا اللي كان إلى الفضل الأكبر. وهاني مسألة، إذا ميشيل سليمان ما وفى لسوريا بده يوفي إلنا؟ سوريا التي جعلت من ميشيل سليمان قائدا للجيش، سوريا التي قدمت لميشيل سليمان يوم كان قائدا للجيش كل الدعم حتى إعادة بناء هذا الجيش وتقويته، سوريا الذي وقفت وزكت، وكلنا بنعرف آخر النهار كانت كلمة السر في سوريا. إذا سوريا قالت أوكي ميشيل سليمان رئيس جمهورية، سوريا قالت لا ميشيل سليمان منه رئيس جمهورية، وافقت سوريا. هو اليوم عم يرد لها الجميل. أنا بدي أقول له لميشيل سليمان، روح ضب زعرانك من طرابلس، روح ضب زعرانك من طرابلس، وبس بدك تكون أنت رئيس جمهورية، إما أن تكون منصفا تديننا إذا أخطأنا وتدينهم، والا انت قول انا رئيس فريق 14 اداره، وعلى هذا الاساس نحن نتصرف معك. بما يحدث في طرابلس ايضا يعني، ام اشرف ريفي ايضا تصريحاته الاخيره. ميشيل سليمان بموقعه رئيس جمهوريه معني بكل ما يجري في لبنان، هو رئيس جمهوريه، هو مؤتمن على الدستور، هو قائد للقوات المسلحه في لبنان. وامبارح كان واضح قائد الجيش لما استقبله بوزاره الدفاع قال له املنا غطاء سياسي لنحن نشتغل بطرابلس بس، ولكن ميشيل سليمان معتبر انه انا بوجه رسائل من خلال التغاضي بطرابلس، من خلال هجومي على المقاومه للامريكي على بكره بمدد لي 3 سنوات. هو واهم، هو واهم، بس هذا الوهم نحن اللي صنعنا له اياه، لانه نحن كل مره كنا عم نسكت، هيدي المره مش مسموح السكوت. مثل ما في تيار سلفي داخل هذا الفريق فليكن هناك تيار متشدد داخل فريقنا يمنع الاستمرار في التسامح مع هؤلاء. في دماء على الارض، في شهداء عم تسقط، لنا شهداء سقطوا في ريف القصير، سقطوا. ميشيل سليمان وين كان يومها؟ ليش ما طلع وأدان وراح زار هيديك المنطقة وتضامن مع أهلها بوجه هيدي العصابات المسلحة اللي عم تضربنا بصواريخ؟ هيدي المنطقة ضربوها 2 صواريخ، إسرائيل وهيدي العصابات. كان يتفضل ميشيل سليمان يطلع يدين هذا الموضوع؟ أبدا. هو قاعد مفتكر، هو وأشرف ريفي يلي مفكر الحرب مثل معلمه لعبة أتاري. ما لنا لعبة أتاري يا أشرف ريفي. وجبل محسن مقابل طرابلس قال لك إياها رفعت عيده، هو يعني ما يقول. وانت بتعرف تمام المعرفة، يوم اللي ما عاد حدا قادر يقول له للأستاذ رفعت عيد اضبطوا نفسكم، كيف سقطت القذائف على كل هيدي المجموعات المسلحة. وانت بتعرف تمام المعرفة انه لولا الإرادة الحقيقية لدى هذا المحور ولدى سوريا بالتحديد، انه ما بدنا نروح على فتنة وبدنا نخلي المعركة بإطار الصحيح ما بين محورين، محور المقاومة ومحور أمريكي إسرائيلي عربي. انت بتعرف تمام المعرفة انه رفعت عيد قادر كان يرد أكثر بكثير على اللي عم يجرى بطرابلس. وبدي اقول له لأشرف ريفي، سعد الحريري لبس تنوره، فانت كمان حضر حالك تلبس تنوره، ما تقول انك مش رح تلبس تنوره، بدك تلبسها. وهودي مزبوط بمسلوك، لانه انت انسان ميليشيوي، ما انت اللي اسسته فرع المعلومات هو ميليشيا، فاكيد هيدي الميليشيات اللي عم تقاتل بطرابلس انها تمثلت، لانه هي صنيعه هذا الفرع اللي انت كنت جيت عملت لنا اياه انه هو فرع يقاتل اسرائيل. نعم. ايضا يعني بالأمس يعني عندما دمرت سوريا الآلية العسكرية الإسرائيلية التي كانت متواجدة في القصير، يعني تجاوزت في هذه الحالة إسرائيل خط الهدنة بكل المقاييس. ونحن من انطلاقا من هنا، هل نستطيع أن نقول بأنه قواعد الاشتباكات الآن قد تغيرت حتى في الجولان، وستكون الجولان هي المقصد الحقيقي لكل الثوار بعد الانتهاء من معركة القصير وريف دمشق؟ للتوضيح طبعا، الثوار والثوار المقاومة مش ثوار هودي خدم لإسرائيل، الثوار طبيعي جدا. بكل تأكيد يعني عندما نقول الثوار الحقيقيين نحن نقول عنهم ما يسموا الثوار. صحيح. اليوم من الواضح جدا أن سوريا قد اتخذت قرار بتحويل الجولان المحتل إلى منطقة مقاومة،
من يرغب في المقاومة فليتفضل لقتال إسرائيل في تلك المنطقة. ومن الواضح جدا أن التعليمات التي أعطيت للجيش العربي السوري في الرد السريع والمباشر دون العودة إلى القيادة في حال تجاوزت إسرائيل أي خط من الخطوط الحمر الذي رسمته القيادة السورية يشير إلى أننا نحن أمام تحول استراتيجي. نحن في لبنان لم نكن أمام دولة مقاومة، كنا أمام حزب مقاومة تتآمر عليه الدولة. في سوريا اليوم يقدم الرئيس بشار الأسد نموذج مختلف، يقدم لأول مرة في العالم العربي مفهوم الدولة المقاومة، وهذا تغير استراتيجي بده يفهم كل الناس كتير منيح أن الرئيس بشار الأسد لو لم يكن مقتنع وواثق من حجم القدرات الذي تملكه سوريا لما كان أقدم على هذه الخطوة. وهاني من باب لفت النظر رافعي شعار المقاومة في فلسطين ممن يسرحون ويمرحون في فنادق قطر اليوم، كنتوا بدكم تحرروا فلسطين وكنتوا تخونوا الطرف الآخر إذا قال بدنا نتخلى عن شبر أرض، وكنتوا تشكوا أنه نحن العالم العربي في مكان ما يدعمنا ولكن لا يسمح لنا في القتال. هيدي جبهة الجولان، هيدي ساحة المعركة، اللي بده يعمل رجال يتفضل، اللي بده يقاتل إسرائيل يتفضل، اللي هو صادق في خياراته يتفضل. سمحت السيد حسن نصر الله أعلن علنا نحن سندعم المقاومة في الجولان، تفضلوا أنتم، مش عم تقولوا تاريخيا ربيتوا في سوريا على أساس أنكم مقاومة، وأنا عم سمي حركة حماس علنا. هلأ هناك من سيقول لك أكيد من المراقبين أنه لا دخيلك، ما بدنا ياهم يدخلوا إلى الجولان كي لا يفعلوا ما فعلوه أيضا في سوريا وفي المخيمات، وكيف دعموا الإرهابيين نحن بدنا نختبرهم بطرق أو بأخرى وشاركوهم في القتال نحن بدنا نختبرهم وبوجودهم في الخنادق. ويعني كل ما تعلموه صحيح. هناك من يقول كل ما تعلموه من المقاومة اللبنانية استخدموه ضد الدولة السورية وضد الجيش للأسف. العربي السوري للأسف وهذا صحيح وواضح جدا أن العبوات يعني الناسفة التي استخدمت في مواجهة الجولان. الجيش العربي السوري طريقة العبوات وطريقة تصنيعها تؤشر تماما إلى أن حركة حماس متورطة تماما فيما يجري على الأرض السورية. وأكثر من هيك للأسف هناك صديق قال لي نحن في سوريا اليوم نقاتل للمرة الأولى الإسرائيلي وجزء ممن يمثلون فلسطين في خندق واحد، صرنا نحن عم نقاتل إسرائيل وأدواتها ومعهم جزء ممن يفترض أنه يكونوا مقاومة فلسطينية. صديق آخر قال لي وتأكيدا على هذا الكلام بس أنا عم حطهم أمام اختبار، مهني كانوا عم يبرموا الدنيا أنه بدنا نقاوم تفضلوا، صديق فلسطيني قال لي هؤلاء لا عهد لهم ولا دين، لا عهد لهم ولا دين. وأنا هون من باب لفت النظر يمكن ما حدا لفت للنظر، تيجي بتتناقش أنت وياهم بيقولوا أنه قتلت أطفال، لك أنتوا شو عملتوا بحركة فتح بغزة؟ 786 معاق فلسطيني أطلقتم النيران على أقدامهم حتى تجعلوهم معاقين إلى يوم يموتون. كم فلسطيني أنتوا قتلتوا بغزة؟ أنتوا قبلانين برأي آخر بغزة؟ أنتوا بالأمس رفع شبان فلسطينيين علم سوريا في غزة خليتوهن بس ولكن في المكان الآخر. وهوني موضوع لازم نحن نكون كتير منتبهين إله وحريصين إله، وأنا بناشد الإعلام السوري بالتحديد هذا الإعلام الذي يحمل راية المقاومة الانتباه إلى أن هناك داخل أراضي 48 مجموعة واسعة من الفلسطينيين على رأسها الأسير المحرر صدق المقت وأصدقاء لا أرغب في تسميتهم لأنني لم أستشيرهم يحملون لواء سوريا. والله عندي صديق فلسطيني تعرض ابنه لحادث وتوفي. اسمح لي أن تحكي لي هذه القصة لكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير. نعم. أستاذ علي. نعم. مشاهدينا الأكارم بعد الفاصل سنكمل هذا الحوار، ابقوا معنا. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى 13 لتحرير جنوب لبنان يؤكد أن دول وشعوب المنطقة مهددة بالمشروع التكفيري الممول والمدعوم أمريكيا لأنه هو ما تبقى للولايات المتحدة الأمريكية لفرض سيطرتها على المنطقة. السيد حسن نصر الله سوريا ظهر المقاومة وسندها وسقوطها بيد أمريكا وإسرائيل والتكفيريين يعني دخول المنطقة عصرا مظلما،
وحدات الجيش العربي السوري تدمر عددا من تجمعات الإرهابيين وأوكار متزعميهم ووسائط اتصالاتهم وتقطع محاور إمدادهم في مدينة القصير. العميد أحمد وحيدي وزير الدفاع الإيراني يقول إن مزاعم الغرب حول إرسال إيران قوات عسكرية إلى سوريا تأتي لتبرير هزائمهم وحرف الرأي العام في المنطقة والعالم عن انتصار سوريا في الحرب ضد الإرهاب وحماته. ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في مدينة طرابلس شمالية لبنان إلى عشرات القتلى ومئات الجرحى، مقتل 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح بتفجير إرهابي بسيارة مفخخة استهدفت حافلة تقل زوارا إيرانيين قرب بلد على الطريق العام المؤدي إلى مدينة سامراء شمال العاصمة العراقية بغداد، مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي وجرح 17 آخرين في هجوم لحركة طالبان استهدف المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان. انتشار أعمال الشغب خارج العاصمة ستوكهولم في السويد. أخبار الدنيا بدقيقة، دقيقة واحدة بدقيقة. مشاهدينا الأكارم، أيضا من جديد اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ علي حجازي، وحضرتك كاتب لبناني وإعلامي أيضا لبناني مقاوم. أهلا ومرحبا بك مجددا. كنت تتحدث لي قبل الفاصل عن قصة لصديق لك فلسطيني، أيضا ضمن إطار يعني نحن بكل تأكيد عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية نحن نتألم لمن يخون هذه القضية. صحيح. من الفلسطينيين أنفسهم، ولكن في نفس الوقت نتألم لمن يتألم من جراء الاحتلال الإسرائيلي هناك متواجد. تفضل. هذا الصديق موجود داخل أراضي 48، فقد ابنه بحادث. بعد 4-5 أيام دخلت أنا على صفحته وجدته موجود باحتفال دعما لسوريا. سألته أنه أنت قديش عندك هذه الإرادة وهذا العزم، وكتبت على صفحتي بوست موجه له بما معناه أنه أنت صديقي عم تزهلني. فرد علي بعبارة هذه سوريا، إذا نحن تخلينا عن سوريا، إذا نحن نكرنا دور سوريا شو منترك لغيرنا. سوريا اليوم تواجه حرب. اليوم نحن بعيد المقاومة يلي هو مسمى في لبنان 25 أيار، كما كان في لبنان منذ العام 82 حتى العام 2000 كل يوم مقاومة. في سوريا منذ 15 أدار 2011 حتى اليوم كل يوم يمر على مواطن سوري هو يوم مقاومة. سوريا لا تقاتل شعبها، وهيدي السفاهات والتفاهات خلصت منها. كنا نقول لهم مجموعات إرهابية يقولوا لنا كذابين، طلعت أمريكا قالت له جبهة نصرة تنظيم إرهابي. هلأ مش الحال، لأنه هني ما بيمشوا إلا بتعليمات معلمون. اليوم سوريا هي المقاومة، هي مشروع المقاومة. وأنا قلت في كلمة لي في إحدى المناسبات، الذين يسقطون اليوم في حلب والشام ودير الزور ودرعا مثلهم مثل الذين سقطوا في مارون الراس وبنت جبيل وكل هذه المناطق. شهادة كل مواطن سوري لا تختلف عن شهادة هادي نصر الله، لأننا نقاتل نفس المشروع وإن اختلفت الأوجه. لذلك أنا اليوم بهذا اليوم بالتحديد بدي أقول لكل مواطن سوري، أنا لما أدخل على الشام راجع جاي من لبنان بيكبر قلبي فيكم، لأنه أنتوا عم تجسدوا اليوم المقاومة الحقيقية. كل العالم ينظر إلى سوريا، لأن إذا سقطت سوريا سقط كل العالم العربي، ولا حدا يفكر أنه نحن ننجي براسنا إن كان من محور المقاومة ولا من غيره. والحمد لله محور المقاومة مؤمن. وأشر إلى هذا الكلام سمحت السيد الذي سيلقي خطابا بعد قليل في لبنان، وأعتقد أنه سيحمل الكثير من المفاجآت والمعطيات الجديدة. بس ننوه أنه الحلقة هذه مسجلة يعني ستعرض بعد صحيح الستاب. صحيح. لذلك إن شاء الله نحن اليوم في سوريا بدي أقول لكل مواطن سوريا، التقدم يحصل على الأرض بشكل كتير رائع. قلت لكم بحلقة سابقة ب4-4 أن سوريا مقبلة على تبدلات استراتيجية على الأرض، واليوم أؤكد لكم هم في أوساطهم يقولون أن المعارك الفصل والأساس في سوريا هم معركة القصير بالدرجة الأولى، ومن ثم معركة الغوطتين الشرقية والغربية، فمعرة النعمان لموقعها الاستراتيجي على مستوى المعركة في شمال سوريا. اليوم نحن في القصير
الجيش العربي السوري ومن يساند الجيش العربي السوري يضعون اللمسات الأخيرة للإطباق على الحارة الشمالية في تلك المنطقة ولإنهاء الوجود المسلح في كامل القصير، وبذلك نكون قد أنجزنا الجزء الأكبر من عملية تطهير حمص وريف حمص. ومن ثم الجيش العربي السوري ستحمل الأيام القليلة المقبلة مفاجآت وأحداث رائعة على مستوى المعركة في الغوطة الشرقية، وتقدم للجيش العربي السوري باتجاه مناطق السقل الذي يتواجد فيها المسلحين أكان في دوما أو في حرستا أو في المناطق المحيطة بها. وبالمناسبة ما يجري في ريف دمشق اليوم سرقت الأضواء منه أحداث القصير لحجم التركيز الإعلامي عليها، ولكن في كل يوم نحن في ريف دمشق نحقق تقدم وتقدم أكثر من رائع. وكذلك الأمر على مستوى المعركة في درعا، درعا المدينة اليوم في قبضة الجيش العربي السوري وهو يتقدم على مستوى الريف، وكذلك الأمر في معركة مهملة هي معركة ريف إدلب الذي كان سابقا، وهذا موضوع منه مخفي، لم يكن يتواجد للجيش العربي السوري فيها أي شيء بيقدر يقول أنه في دولة داخل ريف إدلب. اليوم الجيش العربي السوري يحقق إنجازات وتقدمات ويتحدث عن تطهير مناطق، تطهير كلي. زمن الرحمة انتهى، زمن الرحمة انتهى، لأن هؤلاء ما بدوا الرحمة، هؤلاء مجموعة من المأجورين اللي ثقافتهم ثقافة قتل الشعب السوري، يعني هويتهم هي قتل الشعب السوري وتدمير سوريا واقتصاد سوريا ومقومات سوريا. وهون من باب الملاحظة، يعني هي صدفة انه كل الرادارات المتخصصة برصد حركة الطيران المعادي فوق سوريا يعمد هؤلاء الى تدميرها؟ هل هي مصادفة؟ ومن ثم تقدم اسرائيل على مهاجمة قاسيون وغير هذه المناطق؟ للأسف من الواضح جدا وكل شخص بعده مش شايف انه ما يجري في سوريا مؤامرة اسرائيلية صحيحة، بيكون اما اعمى القلب اما اعمى العيون. لا، اسرائيل صارت واضحة ضمن هذا الاطار، للأسف الطرف يعني الاخر غير مقتنع. وجود مشافي ميدانية على الحدود السورية عم يخدموا لداخل اسرائيل حتى، وللأسف انا قرأت بالامس لشخص ما بدي سميه لانه لن ينال شرف تسميته على هذه الشاشة الكريمة، كتب انه ليش انتم فاكرين زعلانين انه ضربت اسرائيل في قسيون، نحن مبسوطين. انا بدي اساله، قسيون لمين؟ قسيون صنع هذا النظام؟ قسيون هي ملك لشخص بهذا النظام؟ قسيون ملك للشعب السوري؟ قسيون قبل ما يجوا اجداد اجدادك الى سوريا كان في قسيون، وبعدين عم تقولوا الله اكبر، الله اكبر عليكم وعلى افعالكم وعلى ارتكاباتكم، وانتم بكل فعل عم تعملوه عم تجبرونا اكثر يوم بعد يوم نكون شرسين في القتال بوشكم. وبدي ارجع اكررها، نحن غدا اذا استدعت سوريا ان نقاتل في سوريا منا مستحيين، علنا سنقاتل الى جانب سوريا. سوريا عم تدفع ثمن كل اللي قدمته للبنان ولغير لبنان. للاسف سوريا وحده اللي ما بتستحق الخيانه ولا الغدر، لان سوريا ما خانت ولا غدرت ولا نصبت خيمه لمواطن عربي، يعني بالشوم بس. ما بدي اقول اكثر من هيك، لانه بالفعل الوقائع باليومين الثلاثة الماضيين حجم الكذب والنفاق اللي جرى على مستوى معركة القصير بخلينا نكفر فيهن، بس ما رح نكفر بعروبتنا، بدنا نرجع نحن نعلمهم العروبة الصحيحة ونفهمهم انه نحن رجال وهن اشبه رجال. في سوريا ما في عبايات نحطها بتمنا ونهرب، في سوريا في جيش عم بيقاتل وعم بيقدم شهداء في كل يوم، في سوريا في امهات انا التقيت فيهم بكذا منطقة عم تقولن لبقية أولادهم إذا أنتم بتتأخروا عن أداء واجبكم في الجيش العربي السوري أنتم ما تجوا على البيت. بس إني هيدي الثقافة ما تعودوها، أنا صرت 100 مرة أقيلهم سمولي شهيد قطري، سمولي شهيد سعودي، سمولي هذا التيار السلفي الوهابي من يوم اللي نشأ لليوم خاض معركة كرامي. راحوا عملوا 11، تبنوا أحداث 11 أيلول لحتى يسببوا باحتلال العراق وأفغانستان وقدوم الأمريكي إلى المنطقة. حتى بالشغلات اللي يفترض تكون منيحة الحمد لله ما جابوا إلى هذه المنطقة إلا الخراب. وفي سوريا بكل أفعالها منذ أن نشأت إلى اليوم لم تقدم للعرب إلا العزة والكرامة والمقاومة. برأيك يعني سوريا أخرجت مما تسمى الجامعة العربية فقط من أجل تمرير ما يحدث الآن في فلسطين، عندما باع القطري فلسطين للإسرائيلي بحجة تبادل الأراضي ما بين الدولة الفلسطينية وما بين الكيان الإسرائيلي؟ مسامحين أن نحن بالجامعة العربية بالأساس، هذه الجامعة العربية لا تمثلنا نحن، ليش يعني؟ ولكن هناك سيتم التوقيع على أوراق ما في مشكلة، ما في مشكلة. شرف لسوريا، شرف لسوريا وفخر لسوريا وعزة لسوريا
ألا تكون شاهدا على هذه الارتكابات. أساسا موقع سوريا وتاريخ سوريا يأبى لها أنه تقبل توقع وتكون شاهد وحاضر، وحتى أنه تكون حاضرة وتعترض. ما أبدا، سوريا لن تكون شاهدا حاضرا حتى لو اعترضت على هذه المسألة. بيعوا فلسطين وهن مفتكرين يبيعوا سوريا، فلسطين رح ترجع، لأنه مش العرب اللي هن، مش هؤلاء العرب اللي اليوم موجودين بالجامعة العربية رح يحرروا فلسطين. هن عم بيبيعوا ملك مش ملكهم، عم بيبيعوا ملك شعب مقاوم، شعب يجب أن يؤمن تماما بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، وأن البندقية الذي يحملها المقاوم في لبنان أو في سوريا أو في كل بلد عربي هي الذي تعيد الحقوق. وبالنسبة لفلسطين، للأسف جزء من اللي كانوا بمحورنا كانوا يخونوا اللي يتنازل عن شبر أرض ويقولوا خاين خاين خاين، وربوا جمهورهم وربوا حتى العداء في قلوبنا للطرف الآخر اللي أثبت أنه هو أشرف منهم على أنه هؤلاء عم بيبيعوا الأرض الفلسطينية. خليهم يتفضلوا هلأ يعطونا رأيهم، وأنا أراهن على أن ما يجري اليوم من مؤامرة لبيع فلسطين سيعيد الصحوة لبعض الشرفاء ممن أخذتهم الموجة المذهبية القائمة في المنطقة، ويدمر هذا التيار الفلسطيني الذي يحمل يافطة المقاومة فيما هو خدم للمشروع القطري في المنطقة. هذا التيار عم يدفن نفسه بنفسه، ورح يجي تيار آخر يحمل راية فلسطين الحقيقية، وسيعود هذا التيار إلى سوريا، لأنه أثبتت التجارب أنه من دون سوريا الحمد لله طول عمره مقاومة، بس تركوا سوريا وطلعوا من برا سوريا شو عم يعملوا؟ راح يبيعوا فلسطين. هني فلوا من هون مش حزنا على الشعب السوري، لأنه هني بيعرفوا تمام المعرفة أنه في سوريا ما في حدا عم يقتل شعب، في معركة واضحة، بس أنه عرفوا أنه إذا بقوا بسوريا ما فيهم يبيعوا فلسطين. بدون يروحوا على الدوحة، إيه بيبيعوا فلسطين بالدوحة، في من يعلن. طيب الآن يعني باعتبار حضرتك كنت موجود بالقصير، لماذا يتم التركيز الإعلامي الغربي، الإعلام الغربي بشكل عام وإعلام حمد وسعود بشكل خاص، على أن من يقوم بالقتال في مدينة القصير هو حزب الله، علما بأنه حزب الله يعني معروف بأنه يدافع عن القرى، عن قراها التي يهاجمها الإرهابيون والمسلحون، ومرتزقة تحديدا آل حمد وآل سعود. وسؤال يعني الذي يطرح نفسه، هل لأن هذه الأيام التي نعيشها اليوم هي أعياد انتصارات حزب الله وعيد المقاومة، يعني هي مساهمة وممارسة لتشويه هذه الانتصارات التي حققها الحزب، وتشويه معنى المقاومة من وجهة النظر العربية، حتى يعني لا يكون هناك حشود من الجماهير العربية حول حزب الله؟ هناك قبل الدخول في تفاصيل السؤال، محاولة كما جرى في سوريا شيطنة النظام وشيطنة القيادة السورية، هناك محاولة جديدة لشيطنة حزب الله. آخر تنهار اللي هني عطونا اعتراف والما عطونا، اللي التفوا حدنا والما التفوا حدنا، اللي صفقوا لنا والما صفقوا لنا مش سائلين. بحرب تموز قاتلنا نحن وسوريا، واليوم سوريا تقاتل وحدها، ما لنا بحاجة إلون ولا بحاجة. خلص زمن المسايرة انتهى، المؤمن فينا أهلا وسهلا فيه، المنو مؤمن فينا ما عم يستشهد عنا، نحن عم نستشهد عن كل الناس. بموضوع القصير والحديث عن حزب الله وإلى مهنيك، طبعا خلينا ننتظر ما سيقوله سماحة الأمين العام بعد ساعة بعتقد من الآن، ولكن بما يسمح كشفه. للي عم بيقولوا انه حزب الله ارتكب بربلي مجازر، انا بتحديه، اطلب من الرئيس بشار الاسد، انا اطلب من الرئيس بشار الاسد ان يسمح لهذا الاعلام المتآمر لمره واحده، ولو انه بده يدنس الارض السوريه، من اصغر من اللي مصور، من اللي واقف على الباب بتلفزيون الجزيرة أو بتلفزيون العربية، فشروا هني يدنسوا أرض سوريا، بس يسمح له لمرة واحدة خليهم يطلعوا على ربلي ويسألوا إخواننا المسيحيين سكان هذه المنطقة وجهة نصرهم بالجيش العربي السوري. وأنا أكثر من هيك، لما دخلت القوات المسلحة لتحرير القصير مرت من جنب ربلي، بكرة الأيام بتكشف لقد استقبلهم أهل ربلي برش الورود والأرز والرصاص، لأنه خلصوهم من إجرامهم ومن حقدهم ومن كفرهم، جوعوا أهل ربلي وطلعوا يقولوا ارتكبوا بحقنا مجازر. حزب الله عم بيقاتل بالقصير، يعني معلش جابوا التونسي وجابوا الليبي وجابوا الأفغاني وجابوا الشيشاني، لك تركوهم بلجيكا للسلفيين والدنمارك وجيبوهم يقاتلوا في سوريا.
بانتظار ما سيقول سماحة الأمين العام. إذا كان حزب الله يقاتل في الإقصائر، أنا كابن هذه المقاومة أقبل أقدام سماحة السيد حسن نصر الله لأنه سمح لهؤلاء المقاتلين أن يقاتلوا في الإقصائر. وأكثر من هيك، أنا ابن هذه البيئة، والله الحماس الموجود لدى شباب المقاومة للدفاع عن سوريا مش موجود في أي مكان في العالم. والله حجم الالتفاف حول موقف حزب الله للمشككين، حجم الالتفاف الموجود حول موقف المقاومة مما يجري في سوريا والله أكبر مما هو موجود في حرب تموز. مؤمنين اليوم بخيارات وصوابية قرارات المقاومة، الناس إذا كان في اعتراض 1% بحرب تموز اليوم 100%. وروحوا لأمهات الشهداء اللي سقطوا دفاعا عن المقامات المقدسة والقرى في ريف الإقصائر واسألوهم، عم يبرموا برمان بدون أم شهيد أو بي شهيد، ويقولوا لهم انه نحن معترضين على قتال ابنائنا دفاعا عن المقامات المقدسه. بس انا بدي اعطيك حادثه لك وللجمهور اللي عم يتابعنا الليلي. احد اباء المصابين الجرحى ممن عادوا في معركه الدفاع عن قرى ريف القصير، قال له لابنه انا بعدتك تستشهد او بعدتك تقاتل لاخر المعركه، مو بعدتك ترجع جريح من اولها. هذا جمهور المقاومه. بعدين هون بالمناسبه، وأنا هون بدي استغل موضوع تلفزيون الدنيا بالتحديد اللي بدي وجه له تحية كتير كبيرة، وبيشرفني أنا أكون بمحطة إرهابية، سجلوا أنا إرهابي على محطة إرهابية. في مسألة عم تحصل، نحن نقاتل عن سوريا ودفاعا عن سوريا، ونقاتل عن دور سوريا وعن موقع سوريا وعن جيش سوريا، ونقاتل أيضا دفاعا عن الرئيس بشار الأسد، مش مستحيين. ليش هذه الخيارات السورية مين اللي أنتجها؟ مو ثقافة وفكر وإيمان الرئيس بشار الأسد بالمقاومة؟ إذا مفتكرين هن إنه نحن خجلانين، لا مش خجلانين، علنا نحن نقاتل إلى جانب الرئيس بشار الأسد، لأنه هذا الرئيس، لأنه علنا أيضا اليوم سعود الفيصل اليوم قال بأنه سندعم المعارضة المسلحة في سوريا على حسب قوله، يعني هن الجماعات الإرهابية سندعمها بكل ما أوتينا من قوة وبكل الوسائل المتاحة. ما في مشكل، هو يدعم للآخر ونحن بندعم للآخر، بس هو في روح يسأل الإسرائيلي شو عملنا فيه بحرب تموز، نحن وسوريا ونحن والشهداء القاضي في سوريا ممن سقطوا في التفجير القاسم، يروح يسأل الإسرائيلي وياخذ التجربة. وأنا بقول له من هلأ والله رح تندموا، والله لا يجي نهار تندموا على كل حرف كل رصاصة أرسلتوها إلى سوريا، لأنه النصر قادم. بدون يقولوا صلكم سنتين بتحكوا، يا خي صلنا سنتين بنحكي، وانتوا صلكم سنتين بتقولوا النظام بده ينصر، بس اخر النهار خلينا نشوف مين بده ينصر، نحن ولا انتوا. نعم. بينصروا بحاله وحده اذا ما بقي حدا منا طيب، لا في لبنان ولا في سوريا. ان شاء الله النصر لسوريا وللبنان ايضا. اشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا الاستاذ علي حجازي الكاتب والاعلامي اللبناني، شكرا جزيلا. اشكرك لك. ختام هذه الحلقه مشاهدينا الاكارم، بقي ان نترحم على ارواح شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، وايضا نتمنى دائما التوفيق للجيش العربي السوري في اداء مهمته على الارض. السلام عليكم.